اليوم الحمد لله نفتتح المركز الاستشفائي ديال مولاي يوسف بمدينة الرباط، وهذا الافتتاح هذا كيجي كتجسيد للتعليمات السامية لصاحب الجلالة فيما يخص تنزيل الحماية الاجتماعية لكل مواطن مغربي، ثانيا للتعديل الجذري اللي كنقوموا به فيما يخص المنظومة الصحية في بلادنا. المنظومة الصحية في التنزيل ديالها عندها 4 ديال الركائز، من بين هذه الركائز كاين الركيزة ديال تحسين المؤسسات الاستشفائية وتحسين العرض الصحي بصفة عامة على المستوى الوطني. والحمد لله كما كتشوفوا وزارة الصحة الآن هي في تدشين وفي افتتاح ديال عدة مؤسسات، سواء على العالم القروي سواء على مستشفيات القرب، وكان اليوم جاء الدور المستشفى من هذا النوع، مستشفى ديال مولاي يوسف اللي غادي يكون واحد العملية وصل ما بين مستشفيات ديال الأقاليم اللي موجودين في الأقاليم في هذه الجهة والمستشفيات الجامعية أو ما نسميه بالمستشفيات المستوى الثالث. هذا المستشفى هذا ديال مولاي يوسف والحمد لله غادي يعطينا واحد الجودة ديال الخدمة للمواطن والمريض، سواء كان مرأة حاملة أو حادثة سير أو الأمراض الأخرى، ولكن في نفس الوقت غادي يعطينا واحد السلامة للمرتفقين اللي كيدخلوا للمستشفى أو الناس اللي كيخدموا به، سواء كانوا أطباء أو ممرضين، غادي يشتغلوا في واحد المستوى ديال السلامة اللي الحمد لله غادي يخليهم بكل اطمئنان كيأديوا الواجب ديالهم الوطني للإخوان ديالهم في هذا المعمل. كانت واجدوا حاليا بالمستشفى الجهوي لجهاز الرباط صلاة القنيطرة، هو مستشفى جاء لتعزيز أو تنزيل الجهوية الموسعة، سواء على الإطار الإداري أو على فيما يخص المنظومة الصحية. المستشفى هو من الأوائل المستشفيات اللي كتوفر على تجهيزات جد متطورة اللي كنلقاوها إلا بالمستشفيات الجامعية، وعندنا آلات اللي هي جد متطورة جدا. كل هاد التجهيزات هي جات لخدمة المواطن، لأن حاليا المواطن نرجع هو داخل المنظومة الصحية على أساس أن العرض الصحي يكون معزز في جميع الجهة. دونك لوبيتال غادي يستقبل المرضى من عدة أقاليم، من سالة الرباط القنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان، جميع الأقاليم اللي هي كتكمل الجهة. العرض الصحي برباط، صحيح حنا عندنا الحظ أننا هذا المستشفى الجهوي اللي جاء غادي يكون تكميلي لما يقوم به العرض الصحي من لي زيتابليسمون دو سون دو سونتي بريمير حتى المستشفى الجامعي.